مشاهدينا الكرام متتبعي منبر 24 نتواجد اليوم بالجامعة الدولية بأكادير، المناسبة تغطية الندوة الصحفية القبلية للحدث المهم الذي سيقام بأكادير، وهو النسخة الخامسة لحفل مواهب ومبدعين. كاميرا وميكروفون منبر 24 حضرت الندوة واستقينا لكم التصريحات التالية. إذا الشكر والتقدير لكل الحاضرين والحاضرات معنا اليوم الجمعة 13 يناير 2022. السلام عليكم، مرحبا بالجميع ومرحبا بالمنابر الإعلامية اللي حاضرة معنا في الندوة الصحفية الخاصة بالحفل الختامي مواهب ومبدعين النسخة الخامسة. هذه النسخة هي استثنائية بمشاركة دول عربية، إلى جانب المملكة المغربية كاين مصر والعراق ولبنان، وهذه الأخيرة اللي غيكون تكريم ديالها، يعني تكريم ديال دولة لبنان بفضل مشاركة، يعني أول مشاركة أجنبية اللي هي غتنحضر من دولة لبنان، فغيكون تكريم دولة لبنان. بالنسبة للنسخة الخامسة كما قلت كاينين إيجابيات كاينين سلبيات، فالحمد لله على حسب الأزمة اللي كاينة فكنمشيو بإمكانيات خاصة بدعم ديال الجهات، يعني بأمور بسيطة اللي كتدعمنا بهم، لأن الجمعية هي كتضم تقريبا 99% ديال الطلبة، فكنحاولوا نمشيو بإمكانياتنا البسيطة، ولكن غادي الحمد لله. وكنتمنوا إن شاء الله أن الحفل وهذا الحدث يكون يعني كيعطي صورة جيدة على مدينة أكادير وعلى الجهة بالعموم، لأنه حاليا خرج على حدود المملكة ولا حدث عربي. إن شاء الله السنة القادمة غيكونوا عدة يعني شراكات إعلامية مع قنوات فضائية في الشرق الأوسط، وغنحاولوا نكبروا إن شاء الله القاعدة الجماهيرية ديال الحدث ونعطيو صورة زوينة على الشباب ديال مدينة أكادير، ونقولوا بلي هذا الشباب راه قادر يعطي واحد المنتوج جيد من لا شيء. فمرحبا بكم إن شاء الله في الحفل الختامي نهار 13 فبراير بمدينة أكادير للساعة الثالثة، الدعوة للجميع إن شاء الله، وشكرا لكم على الدعم ديالكم. كما كيعلم الجميع فالجائحة ديال كورونا فهي أثرت بزاف على الميدان ديال الفني أو الأحداث الفنية اللي كتجرى ماشي غير في المغرب ولا في أكادير ففي العالم كامل، ولكن كنحاولوا نمشيو ونجيريو بإمكانياتنا البسيطة، وكنحاولوا كما كنقولوا باللغة العامية وباللغة الدارجة كنحاولوا نتقاتلوا من لا شيء، فكان باش نجيبوا واحد المنتوج زوين وباش نعطيوا واحد نظره زوينه على المدينه وعلى هذا الحدث هذا اللي ان شاء الله حنا كنأملوا وكنتمنوا من سيدي ربي انه يكون من الاحداث الكبيره والبارزه في المغرب ان شاء الله في السنوات القادمه، خصوصا اننا في النسخه الخامسه. محمد أمين الزهري عضو لجنة حكم الدورة الخامسة مسابقة مواهب ومبدعين وممثل على لجنة الحكم في المؤتمر الصحفي قبل الحفل الختامي. صراحة هذه المسابقة هذه جات باش تعطي فرصة للشباب المغربي والشباب العربي من أجل إبراز المواهب ديالهم في جتة المجالات، اللي قمنا بتقسيم ديالها لخمسة ديال المجالات أساسية، بحال مجال ديال صناعة المحتوى الهادف، مجالاتهم الفن التشكيلي، مجالاتهم الصحافة والكتابة، ثم مجالاتهم كذلك روح المواطنة. وهنا عطينا فرصة للجمعيات المجتمع المدني التي تريد أن تصنع تغيير في المجتمع أننا نحاول نتوجو المجهودات ديال هذه الجمعيات هذه من خلال تتويجهم بجائزة خاصة. طبعا أكيد ما كانش الاختيار سهل في كل المجالات، قمنا باعتماد على مجموعة من المعايير الأساسية، أبرز هذه المعايير اللي هي الصبغة الإبداعية اللي قاموا بها المشتركين في شتى المجالات، ثم كذلك أنهم خداوا المشاركات ديالهم على محمل الجد، فكلما كانت المشاركة يعني جدية جدا واحترمت يعني القواعد واحترمت الوقت المسموح به واحترمت كذلك النقاط التي يجب مناقشتها، فكان أيسر علينا أننا نختار الفائز في كل المجالات. هذه المسابقة هذه شهدت كذلك مشاركات من مختلف الدول العربية، أبرزها جمهورية مصر العربية ثم دولة لبنان، وهذا الشيء اللي عطى واحد الإشعاع طيب جدا للمسابقة في مختلف دول العالم العربي. شكرا. لا تنسوا تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.